الممثل الأمريكي كيفن سبيسي الحائز على جائزة أوسكار لم يكتفي بنجاحه في عالم السينما وتحول منذ العام 2003 إلى المسرح، الأمر الذي لم يرق للكثير من النقاد الفنيين. سبيسي أسس شركة خاصة لإنتاج الأعمال المسرحية في لندن، كانت ثمرتها مسرحية ريتشارد الثالث لمبدعها ويليام شكسبير. سبيسي قام بجولة عالمية لعرض مسرحيته هذه، وفي الأثناء صور فيلماً وثائقياً حول تجربته المسرحية. على مدى السنوات العشر الماضية، أي منذ أن حققت نجاحاً في السينما، ذهبت إلى لندن لتأسيس شركة للإنتاج المسرحي. الكثيرون كانوا ينظرون إلي باستغراب آنذاك، والكثيرون يتساءلون حتى الآن لماذا تحولت إلى المسرح منذ عشرة أعوام؟ أليس المسرح مملاً؟ لماذا لم تنجز بعض الأفلام وتكسب الكثير من المال؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة قرر سبيسي تصوير فيلم وثائقي بعنوان Now in the Wings on the World Stage. الفيلم من إخراج جيرمي ويلهان ويركز على كواليس مسرحية ريتشارد الثالث والجولة العالمية الناجحة التي قامت بها، كما يلقي ضوء على عشق كيفن سبيسي للمسرح. المسرح هو ملك الممثل على عكس السينما، فهي أيضا ملك المخرج والمؤلف. في الأعمال السينمائية والتلفزيونية لا يمكن أبدا التنبؤ بكيفية ظهور أدائك. Now is the winter of our discontent. And I always try to remember that. أحاول دائماً التذكير أنه مهما كان أداؤك جيداً في الأعمال السينمائية أو التلفزيونية، فلن تستطيع تقديم أفضل مما قدمته. ولكن في المسرح، قد يكون أداؤك أفضل في الليلة الثانية من العرض أو بعد أسبوعين من أول عرض. الفيلم الوثائقي يعرض بداية من اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية والكندا، في انتظار عرضه في المملكة المتحدة بداية من 9 يونيو المقبل. This play has probably been the most demanding experience I've ever had.